فينا نقرب عوشها شوي؟ ما فينا لأنه الدقة سيئة. طيب فينا نقرب عوشها وبعدين نوضح الصورة؟ فينا بس بتاخد شغل كتير. طيب يا ابني ما تشتغل فيها على مهلك ومنشوف لوين بنوصل. تيسر انت. شكرا. بس المعلومات اللي قلتها بإفادتك ما بتفيدنا بشي. بس يا سيادة المقدم صدقني أنا قلت لك كل شي صار معي بالتفصيل. بعرف بعرف، بس اللي صار معك أو اللي شفته أنت ما بيفيدنا بشي بيخلينا نوصل إلهم. مشان هيك خليناك تقول بالتقرير اللي عملته للتلفزيون إنه العصابة كلها راحت بين قتيل ومعتقل لما حررناك، والتقرير بطبيعة الحال رح يأكد هذا الشيء. يعني بلكي منخربطهم شوي، منخلي شي واحد فيهم يغلط له شي غلطة. على كلين هلا أنت رح تقعد مع رسام مختص، بتمنى توصف له وصف دقيق للي شفته، بلكي منوصل لشي. قصدك البنت ولا كامل أفراد العصابة؟ لا طبعا الكل، خصوصي إنه في واحد منهم منصاب برجله وهذا لازم علاج. بس أنا بظن إنه المفتاح الحقيقي للعصابة هو هي البنت، إذا وقعت رح توقع الكل معها. أيوة طيب أنا جايك. يا طارق أنا لازم أمشي فورا، نتواصل نحن إن شاء الله. أكيد تشرف. ليه لما اعتصل؟ ايه سألت عنك سكرتيرة المدير اليوم. بلا قالت شيء؟ لا ما قالت ولا شيء. ايه خالو مرحبا. ايه كتير منيح كتير منيح، بس حطي لي اياهم بالبريد تبعه مشان يمروا بسرعة. ايه بالبريد الخاص احسن. يلا شكرا خالو، مع السلامة خالو. خالو؟ ايه بخالو بخالو. شو ما بيطلع لنا بعد العمر يتعين حدا من عائلتنا هون؟ والله على طول الخدمة تبعها بيطلع لك تعين العيلة كلها. بس بربك ابو معتصم. خالو خالو برضاعة. وشو قصة القهوة بغير مكاتب؟ أيوة يا أبو الفدا، اظهر وبان عليك الأمان. شو غيران؟ عم قل لك 50 سيارة بشحمه موجودين بهنجار مسكر بحلب، وكالة السيارات نقشت مثل ما هي، وفوقهم 100 شاشة 40 بوصة، هدول من مول كبير كمان نقش. والله هي ضربة محرزة، بس تقيلي علي شوي. ها